سببها اول شيء الحموله الزايده، ثاني شيء التبليط النوعيه ما جيده. ايه وسببها اكثر شيء الحموله الزايده والازدحامات اللي تصير على الجسر. انت من تصير حادث على الجسر راح تقف السيارات، سياره ورا سياره، سياره ورا سياره، في شيء يصير؟ راح يصير حمل، راح يدوس، والزفت والجو حار شو راح يصير؟ راح يدوس الشارع بس يصير بيه تموج، والله انا جيت منه والله تموج هيك، لازم اخذ السايد اليسار، السايد اليمين كله تحفرات وما اقدر امشي باليمين، واذا امشي باليسار هم ما يصير امشي باليسار والعالم ورايا. فيراد له والله يراد له اعاده تنظيم من جد وجديد. ليش شو شوارع عندنا قبل ما تحفرت؟ هذا الشارع يمكن صار له 20 سنه، ليش ما تحفر؟ السبب الزفت والمواد اللي يخلونه بالزفت، المواد ما صحيحه، وهذا يجي مقاول الاخ، مقاول يجور مقاول، واحنا بس ندفع فلوس وثمنها المواطن، دافع الثمن هو المواطن. اجيب المقاول المسؤول على المشروع اللي اخذه يعني، انت ايش سويت؟ ما اعطيناك فلوس؟ اشتغل مثل ما الله امر، ذاك قبل فتره بلط، ما صار كل شهرين ثلاث شهور، هسه يبلطون ويحفرون، هسه هاي التيكله ما مضبوطه اللي خلوها حاليا. تموج يعني تدوس بالاخص انا حمل السيارات الكبار. دائما التبليط مالهم والهذي يعني مو مضبوط، ناصي وعالي يعني، ودائما هاي سيارات الحموله دائما تدوس. فنرجو من الاخوه المسؤولين ان يراعون الشعب والمواطنين بهاي الجسور. جهه اليمين صار بيا انه تموج من اللوريات ومن الحمل الزايد الثقيل اثناء النهار وفتره الدوام، وبهدلي والله، يعني اكثر الحوادث على جسر تقريبا، يعني معدل بالاسبوع من 4 إلى 5 حوادث تصير كل اسبوع معدل بسبب تخسفهم الميول مال الشارع عن جهه اليمين. زين شو رد الناس حاليا؟ شيء اكيد ترميم طبعا، يعني قشط ويرجعوا عن التبليط من البدايه، يعني من رموه بالصيف يعني درجه الحراره عاليه وتجي سيارات حمل زايد عليها، شيء اكيد يصير تخسف. هذا كل مواصفات عاديه ما من ضمن المواصفات، شوف اي حراره تجي تريلات وما تريلات الشارع كله يدوس وكله ينعدم، يعني شارع حيل مزعج فاي المره، راد له تبليط من جديد وبصدق مواصفات عالميه وبصدق. لا اكثر ولا اقل.